وهذه التي احتضنت مساء أمس افتتاح معرض لبعض اللوحات الفنية التي أظهرت قدرة بعض الرسامين الوطنيين على الخلق والإبداع في المجال الثقافي. ويحتوي المعرض على لوحات ومجسمات ورسوم مختلفة نالت إعجاب رواد هذا المعرض. يأتي افتتاح معرض الكاريكاتير ضمن فعالية ثقافية على مستوى مدينة وديبو، ويضم المعرض الثاني من نوعه لوحات متعددة ومنحوتات ورسوما بألوان زيتية ومائية تعكس مظاهر الحياة المجتمعية المختلفة. هذا النشاط يرمي بين أمور أخرى إلى خلق ذائقة فنية في مجال الاهتمام بالفن التشكيلي على مستوى العاصمة الاقتصادية. هذا المعرض جاي في إطار خلق فعالية تخرج قلت لك عمال من روتين العمل وروتين اللي عايشين فيه، خلق لهم نشاط يمرقوا من ذاك الريتم اللي فيه. وثاني ما ذيك دعم للحركة التشكيلية والرفع من مستوى الذائقة الفنية عند الجمهور. رواد المعرض الذي يدوم عدة أيام يتحدثون عن أهميته في تنشيط الحركة الثقافية من حيث هو وسيلة للتعبير. هذا المعرض طبعا شفته للسنة الثانية، وكل سنة شفت فيه شيء جديد ويعبر عن مثلا إعجابي بهذه المواهب الفنية التي لدى هذا الشاب. عن طبيعتي زينة ما شاء الله، وهذا المعرض زين تبارك الله، الفن التشكيلي زين، يالت الشباب كامل يتجاهلوا. هذا المعرض فيه كان عدد من اللوحات المعبرة جدا، وفيه كان يعبر عن وسع خياله هو وعن تفكيره الواسع ما شاء الله في هذا المجال. معود عندنا نوع من الأنشطة الثقافية والمعارض شجعوا عن يواصل موهبته وعن هذا النوع من المعارض يتم يتكرر. معرض للرسوم في عامه الثاني بمدينة وديبو يجسد تزايد الاهتمام بالفن التشكيلي وتعزيز ذائقته من خلال تعبيره عن انشغالات الساكنة وحثه على القيم الوطنية وبث روح الأمل والإيجابية إسهاما في تطوير الحركة التشكيلية على المستوى الوطني.